يعني يا صداعي الججة تلاشاني عشان بضرب بوداني. انا فتحت اللايف وشغلته تاني اهو. يا رب بقى نه الناس تنضم. ثمانية تسعة 10 15 11 ادهم. ايوه انت اول واحد في اللايف. 20 اعمل شير كمان يا ادهم يلا، ولايكات من تحت. شير ولايك على الشاشة، شير ولايك على الشاشة. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا خش. السلام عليكم. عليكم السلام. تمام يا اس. ايوه يا عمر كده كله فله كله حلو. بص الهاي دي. عليكم السلام. خد هاي كريم كده. تمام يا اس يا جامد منور حبيبي. كورتوا اسطى اللي مش هو اللي واقف في الريال كان طبعا كورتوا ده نجم، يعني نجم البطوله دي بصراحه. عامل حاجه زي ابو جبل كده خليط. حبيبي يا اس عمر. حبيبي يا عمر. هو ابو جبل يستحق اللعب اليوم بعد ان اثبت عواد وجوده في المباراه السابقه؟ هل عواد مظلوم؟ بصراحه من رايي يعني هناخد برضو الشق جانبي كده لمباراه الزمالك والاسماعيلي النهارده. حبيبي يا اسس عمر. احمد نوير ليله زملكاويه مدريديه بالظبط. احمد السيد يلا ننضم كده. تونه تونه العطار اجمد يوتيوبر في مصر. ادهم ولا اجمد ولا حاجه يا ادهم، على قد خالص. مسا مسا ابو ريماس. ابو ريماس يا مسا. ماشي طيب نبتدي بايه بقى؟ نبتدي بالزمالك عشان ناخد الملخص السريع بتاع اليوم كده برضه عشان ما يبقاش ايه ما اتكلمناش النهارده، لازم نتكلم. نبتدي بالزمالك. محمود حسن منور. زكريا الجوهري حبيبي. محمود كامل كل دي طبعا ايه ايه يا اوباما. تونه تونا مبروك الزمالك والريال طبعا. مين اللي كان بيشجع الريال يا جماعه النهارده؟ ومين اللي كان بيشجع ليفربول؟ ما اعتقدش ان في حد ليفراوي يعني. قلت امبارح ان مفيش مصريين مش ليفربلويين، بس هم بيشجعوا صلاح. بس كليفربول نفسه ما اعتقدش ان حد بيشجع ليفربول. فمين بقى كان بيشجع الليفر؟ قول لي كده. انا مدريدي باين قوي يعني بالتيشيرت. عايش كمل. احمد يوسف عواد مظلوم والله حقيقة. أبو رماس محمد الكويس منور يا حبيبنا. منورك يا حبيب قلبي. طيب عايزين بس إيه ناخد الملخص السريع الكروي الجميل بتاع يومنا النهاردة. اليوم بدأ يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم أسامة فارس النهاردة كسبان بره وجوه. إزاي بقى؟ كسب في مصر وكسب بره مصر. النهاردة اليوم بدأ بإيه بقى؟ خد عندك اسمعني بقى وركز معايا يلا، واعمل لي لايكات كده وشير البث. شير البث. لا انا مش هبدا لما اشير البث عشان اقول كلام مهم على فكره قوي. كلامي مهم جدا، كلامي صعب ومش موزون، ما عد حد ولا حد يلومني، كلامي دبشي ومش مضمون. يلا شير البث. مش هشير، مش هتكلم الا لما تشير البث. دول شير واحد 10 شير. بيفرلي طبعا بيقول كنت بشجع الليفر. ماشي كده الزمالك كسب ومدريد كسب، ناقص اللي في بالي يخسر ويبقى اسبوع عظمه. الله. سلمى تامر انا بشجع الليفر ده محمد الماسخ. ماشي يا محمد. ايتن بتقول مبروك للزمالك والريال. محمد بيقول احلى واحد ربنا يخليك. الملكي ملك ابو الفوارس محمد فتحي حبيبي يا ملكي. شير لللايف، شير عشان احبك. الزمالك اليوم نوعا ما احسن تكتيكيا. ايوه يا ويجز. هقول كلام مش موزون، كلامي دبش ومش مضمون، واحب حد والباقي مجنون. شاير بس خلص. مش هشير، مش هبتدي انا لما تشير. لما الاقي قدامي كلمه شير كده ايوه شير اهو. مين اللي شير؟ استنى والله لو الاسم ايتي. ماشي حلو الكلام جميل. ثلاثة شير. مش هبتدي اتكلم الا لما يبقوا 20 شير. لا 10 شير. 10 شير 20. لا خالد وتونه وايتي ليه بقى؟ هم احسن منكم في ايه؟ وماجد البي ايوه كده احلى شير. خالد ماشي شاير. ها مش هكمل الا لما تشير. 10 شير. واحب حد والباقي مضمون، كلامي صعب ومش موزون، او حته حته الباقي نن.
شفتوهاش ولا حد يلومني، ملاك بريء ولا انا مجنون؟ نفسي افهم بيقول ايه. فيريرا قراره مش من دماغه، الدليل عواد منور يا اوشع، ده عبد الحميد مبروك للزمالك. انا شيرت يا ابو عمر، ده بتاع التشيير ده اصلا. ايوه يا واد، متفكرنيش عشان هقفش فيها ومش هسكت، مش هحلكم. طيب كام سنة نشوف كام شير؟ لو وصل عدوا الخمسة موافق، يعني هتكلم. 48 شير، ده طبعا على ايتن بتشيرهم على الجروبات. ولا وايه ده في ناس ابتدت، وابو موسى وابو موسى تاني وابو موسى تالت. لا احنا كده بقى نتكلم بقى، طالما انتوا عملتوا عسل والله كريم. ماشي طيب، هتكلم بقى معاكم اليوم بدأ ازاي وانتهى ازاي. حلو. اليوم الجميل النهارده السبت الكروي بتاعنا دوت بدأ بماتش رهيب جدا، متعة كروية ما بين غزل المحلة وطلائع الجيش. ده كان الساعة 4 يا جماعة، رجب عمران اللي جاب الهدف يا جماعة. النهارده اليوم بدأ دوري الساعة 4، غزل المحلة وطلائع الجيش. طلائع الجيش بيكسب وعامل نتائج حلوة في الدوري وكسبنا طبعا، وبيكسب النهارده تاني وماشي حلو. طلائع الجيش طبعا كسب، بعد على طول ما خلص طلائع الجيش و المحلة كان ديربي ناري تاني ما بين الأنابيب وسموحة، اللي هو خلص كام؟ 1-1. يعني الساعة 6:30 كان في ماتش ميعاد ماتش الزمالك محدش اتفرج عليه. تمام، ده يعني بجيب لك اليوم بالترتيب. بعدي على طول في نفس ذات التوقيت أطلق الحكم صافرة المباراة لمباراة الزمالك والإسماعيلي على استاد القاهرة الملبوس، والزمالك بيكسب 2-1 هدف لاشرف بن شرقي بعد اسيست ولا اروع من عبد الله جمعه من نجوم المباراه النهارده. والتعادل ياتي من باهر المحمدي من ركله جزاء، ثم عمر السعيد بعدها بثلاث دقائق يحرز هدف ولا اروع من فاول على ال 18 من جوه يعني، وحطها ايه هدف. ده انا بجيب لك الملخص بص سريع ازاي كل حاجه يعني النهارده ايه. النهارده بيقرر فيريرا يلاعب احمد ابو جبل بعد ما عواد تالق وصعده نهائي كاس مصر في الماتش اللي فات مع اسوان، ولكن بيقرر ان هو يبدا بابو جبل، ما عندوش فتوح فبيقرر ان هو يبدا بعبد الله جمعه، بيبدا بحازم امام كابتن الفريق. يعني التشكيله اللي كلكم شفتوها النهارده، اللي غور يقول عندنا امام عاشور في نص الملعب، عندك احمد سيد زيزو واشرف بن شرقي، عندك عمر السعيد نزل، عندك ابابه، الناس دي كلها كانت في التشكيله النهارده. الزمالك بيحرز الهدف الاول في الدقيقه 42 بعد اختراق كده ما بين اشرف بن شرقي وعبد الله جمعه، اللي النهارده بصراحه عجبني وكان من احد احسن الفرق يعني. لا ازاي احسن لعيبه في الفرقه، ايوه كده سما صحصح وفوق، احسن لعيبه في الفرقه النهارده عبد الله. انا قلت على عبد الله جمعه قبل كده ان هو لو في فورمته يعدي اي باك عندنا في الزمالك الا عبد الشافي. هيعدي مين يا سامي؟ انا هعدي فتوح، بس عبد الشافي طبعا بحكم السن خلاص احنا مش هنفضل عايشين مع عبد الشافي على طول. فانا بتكلم دلوقتي في ان عبد الله جمعه هيبقى افضل واحد من ناحيه عبد الشافي في السن، وناحيه فتوح مستوى عمال يقل من ساعه ما رجع من المنتخب. عبد الله يا جمعه انت لو ركزت هتبقى الواد عنده يعني حلول كتير، سريع بيرد بسرعه في الدفاع، بيرد بسرعه في الهجوم، الاوفر لاب بتاعه حلو برده، ما هوش وحش، مش الاوفر السيء، بالعكس بيعمل اوفر حلو مظبوط في ال 18، مش الاوفر القصير خالص ولا الاوفر الطويل. تاكلينج بتاعه يعني انت لو تابعته مع جروس كان هو افضل لاعب في مصر بيعمل تاكلينج ويقطع الكوره بدون فاول. لياقه بدنيه كانت عاليه جدا ورا وقدام وعامل زي النحله. بكلمك في عبد الله جمعه في اعلى نسخه، مش النهارده طبعا عشان ماتش النهارده هخلي لك ان هو ايه حاجه تانية، ولكن انا بتكلم في ان عبد الله جمعه لو رجع، لو رجع هيبقى عبد الله جمعه حوار. ده طبعا شفناه في موسمين بالكتير قوي كانوا مع جروس، او موسم بالكتير كان اعلى نسخ ليه عبد الله جمعه وكان افضل باك شمال في مصر. فده بالنسبه لعبد الله عشان النهارده ايه شارك بقاله فتره ما بيشاركش. رجوع ونجم طبعا بقاله ماتشين ثلاثه بيحاول بيعافر يعني خلاص بنسبه كبيره ماشي اخر الموسم، فبنقدر نستفيد منه باي حاجه او اي طريقه ممكنه. عمر السعيد برده يعني رغم الهدف برده يظل ان هو المهاجم مش اللي هو مهاجم نادي الزمالك، يعني لو جبناهم فرديات كده برضه هتلاقي الوضع يبقى على فكره كما هو عليه،
لا امام عاشور يعني لوحده في نص الملعب، شايل نص الملعب، مجهود وجرينتا وباور وشوط على الجون وحاجات كتير، عايزين امام عاشور يستمر. رؤى برضو مش اللي هو اللعيب اللي يلعب في الزمالك بصراحه. احمد سيد زيزو طبعا هو من افضل اللعيبه في الزمالك. اشرف بن شرقي لسه مرجعش ولسه تايه يعني. محمود علاء برضو على نفس المستوى، هتلاقيهم كلهم على نفس المستوى على فكره. ولكن احنا النهارده نسبيا كنا شكلنا افضل، ولكن احنا مش احسن حاجه عشان برضو تبقى معايا في اللقطه. والدكه ما هيش افضل حاجه وما غيرتش في الموضوع حاجه يعني، بس احنا كنا النهارده ناويين على الفوز، خلينا نعتبرها كده ان احنا كنا ناويين على الفوز. يعني ما كناش ناويين على الفوز مع الطلائع، ما كناش ناويين على الفوز مع انبي، كنا مستسلمين كده وكنا سهلين خالص. النهارده كنا ها الى حد ما عايزين نجيب الاول وعايزين نجيب التاني. بالظبط يا ولا، انت قلتي جمله حلوه قوي، رديتي على الناس اللي قالت عواد ما لعبش ليه؟ علشان ابو جبل يروح المنتخب، او علشان ابو جبل هيشارك في المنتخب، فانا ادي الواحد دخل في قائمه المنتخب، انما عواد ما اختاروش اصلا يعني، ايهاب جلال ما اختاروش. وبصراحه انا يعني انا مع عدم اختياره برضه يعني، ما اكذبش عليك، ما مش هقدر اخد لعيب للمنتخب لمجرد انه صد ضربتين جزاء. فلسه يا جماعه المنتخب بيبقى قصته طويلة شوية، على مثلا مدار شهرين ثلاثة هو أحسن حارس في فرقته، على مدار مثلا مدرب الحراس بيتابعه بقاله فترة. فمش اختيار يعني، اختيار عواد، عدم اختيار عواد مش اللي هو برضو ايه يعني يزعلنا قوي. لسه عواد ما قدمش حاجة اللي يروح بيها برضو المنتخب، ولكن كده كده هيختار أبو جبل ودي لا شك فيها. فطبعا أبو جبل شارك علشان هو رايح المنتخب، فدي ملهاش حل تاني غير كده. ولكن الأحق طبعا من وجهة نظري هو عواد، يعني راجل موصلنا كأس مصر، نهائي كأس مصر، كان ممكن في لحظة كده، في لحظة البطولة دي أنت خرجت منها، وأدي بطولة كمان جنب البطولات اللي ضاعت. فده يعني ده الإنجاز السريع كده في الإيه؟ في الكلمتين بالنسبة لعواد وأبو جبل وبالنسبة للزمالك النهاردة. خليني بقى أقول لكم على ترتيب الجدول اللي أنتوا بتحبوه. تحبوا أنتوا ترتيب الجدول الأول؟ سمعوا لي ده ترتيب الجدول. فاهم وكلام فظيع ما مش حنون اب حد والباقي مجنون. بعد الماتشات النهارده ديت على فكره، مش التلاجة عطلانة بقى والجو ده، لا، بيراميدز بقاله ماتشين ما بيكسبش، كان قدامه انه يركب الدوري وانه يعدي الزمالك، ولكن من اول الدوري لحد دلوقتي محدش طلع المركز الاول الا الزمالك. اه مع مؤجلات الاهلي والكلام ده كله، بس ما زال هو الزمالك الاول من تاني او تالت مباراه في الدوري حتى الان. ولكن يعني لما جت الفرصه لبيراميدز ان هو يطلع، اتهزم وتعادل وضيع نقط وما قدرش برضه يطلع على الزمالك اللي في اول الدوري. ده بالنسبه للترتيب، يعني الزمالك اخيرا بيخرج بقى من من نقطه 41 اللي احنا اتخنقنا منه. الزمالك لعب 20 مباراه، 20 مباراة، عنده 44 نقطة، اتهزم 4 مرات، فاز 14، اتعادل مرتين بس في الدوري. بيراميدز نفس ترتيب يعني نفس عدد المباريات مع الزمالك، 20 مباراة ولكن عنده 40 نقطة. ما بيننا وما بين بيراميدز 4 بونت، طبعا بيراميدز آخر ماتشين مضيع تقريبا 4 بونت، اتعادل واتهزم. الأهلي في المركز الثالث لعب 16 مباراة، فرق ما بين الزمالك والاهلي 4 مباريات. هقول لك لو لعب هيبقى كام دلوقتي. الزمالك الاهلي 37 نقطه، وعلى فكره سكور حلو مش وحش، سكور حلو بالنسبه ل 16 مباراه، سكور حلو 37 نقطه. الاهلي بقى له 4 مباريات، 4 مباريات في 3 بونت، لو كسبهم الاربعه، لو كسب الاربعه كده شاكب راكب ومعلم، يعني هيبقى 12 بونت، 12 على ال 37، 12 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49، يبقى 49 نقطة. ده لو كسب الأربع مباريات بتوعه النادي الأهلي 49 نقطة، وأنت سما كام؟ 44، يبقى الفرق كام؟ 5 بونت. أبو جبل أخطاء كارثية، تمام هنتكلم برضه. فخلينا بس ناخد الترتيب الاول. لو الاهلي كسب الاربع مباريات المؤجله يبقى 39 49 نقطه، يفرق عن الزمالك ب 5 بونت. اوكي،
فيلتشر طبعا في المركز الرابع 35، بينه وبين الاهلي 2 بونت بس، ولكن طبعا ماتشات فرق للاهلي كبيره. يعني سموحه في المركز الخامس، اللي احنا كنا بنلعبه النهارده الاسماعيلي ده في المركز ال16. انا لازم برضه اعرفك احنا كنا بنلعب مين ووضعه ايه. الاسماعيلي في المركز ال16 من الثلاثه المهددين بالهبوط، اسماعيلي، مقصه، شرقيه، للدخانش، دول الثلاثه الايه اللي واقعين قوي. الاسماعيلي لعب 20 مباراه، مبارياته كامله كلها، ملوش ولا مباراه مؤجله. الاسماعيلي فاز 4 مباريات فقط في الدوري، تعادل 6 مباريات، اتهزم 10 مباريات. ده الاسماعيلي عنده كام؟ 18 نقطة. 18 نقطة الاسماعيلي في المركز ال16 في أسوأ مواسمه، ده اللي احنا طبعا كنا بنلعبه النهاردة. فأي نتيجة طبعا كانت غير مقبولة تماما. عايز اقول لك ان اي نتيجة النهاردة غير فوز الزمالك كنت هقول لك مفيش دوري. ام سو سوري، خدها مني كده مفيش دوري. تخيل لو اتهزمنا النهارده، انا كنت هطلع اقول كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللايف النهارده مفيش دوري، سلام عليكم وامشي. خلاص بقى انت بتتهزم من 16 ومن 17 ومن الطلائع ومن انبي، عايز تاخد دوري ليه؟ كل عام وانتم بخير. ولكن ده لو كنا اتهزمنا، لكن احنا ما اتهزمناش الحمد لله، كده فيها ريح الدوري، انما لسه برضو المشوار بعيد وطويل. ده بالنسبة لليوم بقى الكروي اللي كان في مصر وأحداث المباراة والكلام ده كله، وفريرة والتغييرات والتشكيلة ونزول أبو جبل مكان عواد والكلام ده. في خبر النهاردة كله فرحان مبسوط بيه، حد عارف إيه هو؟ طب أنا هسيبكم أنتوا تقولوا الخبر ده. خبر النهاردة بعد المباراة كله مبسوط بالخبر ده، وأنا متأكد 1000000% إن أنتوا مبسوطين وأنا مبسوط. ها؟ إيه هو الخبر ده؟ اللي هيجيبه يبقى واد جن، يبقى واد مخلص. ايه هو الخبر يا جماعة؟ خبر سعيد لجمهور الزمالك. عمر السعيد اتحسن نوعا ما بعد ما بيعترض، بدأ بس ما بيعترض كتير وبيستسلم من اول احتكاك بالخصم، ولازم يسترجل شوية ويلعب على صفارة الحكم ويركز، يبقى افضل بكتير. ابو اسراء الشبك طبعا كلام جميل، كلام حلو، ولكن عمر السعيد لا يصلح للعب في الزمالك اصلا. كان في مشاكل في المدرجات اثناء المباراه، طبعا ده كان جمهور الاسماعيلي وجمهور الزمالك، يعني جمهور الاسماعيلي النهارده كان كتير بصراحه. طبعا الزملكاويه اللي العفاريت جابوا الخبر السعيد اللي احنا قلنا عليه، واول واحد جابه اللي هو كريم. كريم بيقول الخبر هو وقف محمود علاء، بالظبط كده. حسن عصام بيقول ايقاف محمود علاء، كله طبعا يعني فهم جوز الست الكلام ده كله، علاء مش هيلعب ماتش الاهلي. الخبر السعيد لجمهور الزمالك هو، لك ان تتخيل ان احنا وصلنا ان احنا مبسوطين ان محمود علاء مش هيلعب ماتش الاهلي، ده مستر اسيست، فكل مباراه في اسيست، في حاجه مظبوطه، في حاجه على الدغري، في حاجه كده على ال18، ما بقاش عنده ثقه في نفسه تماما ماتشات الاهلي. فانا من يعني الحمد لله انه مش هيلعب الماتش الجاي، كفايه ان فمحمود علاء للانذارات، لثلاث انذارات هيغيب عن مباراه الاهلي القادمه. فطبعا انت عندك الونش ومحمد عبد الغني، وفي لاعب كده بيخش في النص هو حسام عبد المجيد، لاعب صغير. طبعا الونش ومحمد عبد الغني خلاص هم اللي هيلعبوا مباراه الاهلي القادمه. فخلاص شئنا ام ابينا ان مباراه الاهلي من غير محمود علاء. ماذا لو، ماذا لو هي بس الحاجه الوحيده ان مباراة الاهلي تتأجل ويتلعب مكانها مباراة تانية يغيبها محمود علاء، ثم بعد كده يصبح محمود علاء جاهز، تمام؟ فاحنا عندنا 2 اساسيين رسميين مش هيلعبوا ماتش الاهلي، محمود علاء للانذارات، طارق حامد للاصابة، وشيكابالا لو تأهل او ما تأهلش دي في ايد الجهاز الطبي يعني. ف ده بالنسبة للاعيب اللي هيغيب عن الماتش اللي جاي، والاخبار كلها يعني اللي تداولت النهارده. ختمنا اليوم بدوري ابطال اوروبا، ليفربول وريال مدريد، والماتش طبعا اتأجل حوالي نص ساعه عشان كان في بقول لك جمهور. خلي بالكم انا قلت حته كده في النص ان الاهلي والزمالك ان ما تأجلش، اوكي اوكي ليه بقى؟ لان حاسس انها تتأجل يا راجل، فمعرفش، الله اعلم، انتوا ادرى. ده لو يعني تأجلت محمود علاء ايه مش هيلعب.
كلامك صح، عمر لا يصلح للزمالك، ولكن ممكن يحرز ويتحسن ويجي له عرض كويس او اعاره لازم يكتب. احنا مش عايزين عرض ولا اي حاجه لعمر، احنا بس عايزين اتفضل الورق بتاعك اهو، الباسبور الجميل، الدنيا الجميله، مفتاح بتاع بتاعتك، وعيش اي نادي بقى، الجونه، عايز تلعب في دجله، ليه رايحك. ده بالنسبه ليه عمر السعيد. بص يا جماعه، في لعيبه والله لا تصلح يا جماعه، مش احنا بنظلمها يعني، لا تصلح صدقني، والنعمه لا تصلح للعب في الزمالك يا جماعه. الزمالك نادي فوق كبير، اللي يلعب فيه ده يكون لعيب تقيل، لعيب دولي، لعيب مميزاته كتير، انما واحد بينط على كوره كل 4 5 ماتشات فعش. كملنا يومنا، وصلنا لدوري ابطال اوروبا، وخدها عبدي، خدها عبد الشافي مين؟ خدها ريال مدريد اللي احنا طبعا بنشجعه. هارد لك جمهور ليفربول على راي الدكش، ومبروك لريال مدريد النادي الملكي الرابعة عشر. فريق بيستغبى يا جماعه، بيستغبى بصراحه، 14 مره منهم ثلاثه ورا بعض، حوار وبتاع وقصه، طلع السيتي ومطلع تشيلسي ومطلع باريس ومطلع الليفر. ريال مدريد شخصية البطل بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة هو شخصية البطل حقيقي حقيقي. في حاجة كده في تابلوهات كرة القدم اسمها شخصية البطل، شخصية البطل تنطبق أو تنطبق على ريال مدريد. هو بطل في كل الأحوال، هو بطل في أي وقت، هو بطل بأي لعيبة، بكابابينجا، برينجا، بملوحة، بفسيخ، بأي لعيبة هو بطل. وطبعا يظل البطل الأوحد الآن في ريال مدريد هو كريم بنزيما، صاحب البالون دور السنة دي رسميا. كريم بنزيما عمل كل حاجة في الكورة، خد دوري الأبطال، خد الدوري، خد الدورة الرمضانية هناك في اسبانيا، في دورة كده بيعملوها ما بين كاتالونيا واقليم مش عارف فياريال والكلام ده، خدها برضه غتاتة. هياخد كأس العالم للأدوية، هياخد السوبر الأوروبي، هياخد كل حاجة. كريم بنزيما خلاص قفلها السنة دي، هو البطل الأوحد السنة دي في ريال مدريد وفي كرة القدم عامة بالأرقام وبالبطولة. بنزيما هو صاحب البالون دور رسميا، من غير ما المسابقة تتعمل ولا يلبسوا بدل ولا يروحوا ولا الكلام ده كله، تتبعت لبنزيما على البيت، اتفضل بالون دور، أحلى بالون دور عليك، اتفضل بطولتك. بقول لك النهارده طبعا طلعوا بعد البطولة، خدوا الكاس وراحوا على بيت امبابي في فرنسا، خمسوا هناك وبتاع بالموتوسيكلات والجو دوت ولف وبتاع، علشان يهروا مين؟ امبابي. خليك انت قاعد في باريس، نف في الفلوس ويشن في الفلوس وياكل بالفلوس بس مش هيعمل تاريخ طول ما هو في باريس سان جيرمان. انا مش هنسى تصريح شهير اما قال لك ابراهيموفيتش لما راح لعب في فرنسا، قال لك دوري بلاي ستيشن ما فيهوش اي متعة. حد عارف التصريح ده؟ دوري بلاي ستيشن مفيهوش اي متعه، باريس بيكسب طوب الارض هناك، وتلاقي بقى مين؟ نيس وفيس ونيس وبتاع. فبالنسبه لمبابي مش هيحقق تاريخ ولا هيعمل انجازات الا لما يروح نادي تاريخي، تمام؟ فالنهارده طبعا بيقول لك راحوا خمسوا هناك وبالتكاتك، بنزيما كان جايب تكاتك، والواد فينيسيوس دوت اصلا كان شغال في موقف امبابه قبل كده، كامافينجا من الهرم اساسا، كامافينجا ده، كل فرقه ريال مدريد تحس ان هم هنا من الجيزه جوه، كازيميرو تحس ان هو كان فاتح محل خربانه في الريال. بس عيال يا بقى على السكه وعلى الدغري، اقعد بقى انت حضر كوره واعمل وبتاع، وطالع ابراهيم فايق يقول لك حظ الدنيا، حظ الدنيا يا عم ابراهيم، يا عم ابراهيم ما تصغرناش ثواني نشرب. بلع الكلمتين بس، حظ ايه يا عم ابراهيم؟ في حظ بيطلع السيتي، حظ بيطلع باريس، حظ بيطلع ليفر، حظ بيطلع تشيلسي، حظ بيعمل كل الكلام ده، حظ بياخد الدوري الاسباني قبلها بثلاث اربع اسابيع. ايه يا اسطى؟ لا ستوب، مفيش حظ هنا، في هنا اجتهاد وفي طريقه لعب وفي انشيلوتي موجود وفي بنزيما وفينيسيوس، بلعب على الاسلحه بتاعتي يا عم، انت مالك؟ الأسلحة بتاعتي بتجيب لي جوان وبتجيب لي بطولات، أنا عندي كامافينجا، عندي كارفخال في الباك اليمين، عندي
بلعب بقلابة يا راجل، مساك يا راجل. عندي كورتوا ورا يا شبشبها، انا قبلك كنت حبيبها. كورتوا واقف قافل الدنيا، انا مالي مقفل الدنيا وبلعب بخطتي، وانشيلوتي عارف بيعمل ايه والرجاله بتاعته بتعمل. يا راجل ده بينزل النهارده لعيب اسمه سيبايوس في ثالثه ثانوي، لعيب اسمه سيبايوس في ثالثه ثانوي، كان عنده فيزياء قبل البطوله، امتحان فيزياء لسه، امتحانات في خمسه. بتتكلم في مين؟ حظ ايه وبتاع ايه؟ دي معلمه. سيبايوس اول ما نزل راح انفراد ضيعه، امال بقى ما تخيل لو هو لعيب شرس شويه. يعني بنزيما عمل له كوره انفراد، اكيد انتوا شفتوها طبعا، عمل له كوره انفراد، دخل سيبايوس. ما هو سيبايوس بقى، ما هو سيبايوس، هنعمل ايه؟ ضيع الكوره جت لورا كده، بينزل لك رودريجو لابس اصلا وش السناب شات بتاع الطفل قبل كده، يعني بينزل ناس ما تعرفش. فما تقوليش حظ يعني، ما تقوليش ان شويه الناس دولت خدوا باريس والسيتي وتشيلسي وليفر، حظ. عيب يا صاحبي عيب، مش عشان نطبل ونجامل وبتاع ومحمد صلاح في الليفر نطبل كده، احنا وصلنا لليفل التطبيل. هنقول الحق، نقول ان ريال مدريد يملك شخصية البطل والادوات التي تساعده على التحقيق. حلو موضوع التعبير ده، حلو، اقفل على كده. مش تقول لي بقى حظ الدنيا وحظ كل حظ الدنيا لقيته معاك، والجواب بتاع اليسا ده مش هينفع. عيب، احنا كبار. سيبايوس بقى يا جدع، انت بقول لك عنده درس فيزياء قبل البطولة، نازل النهارده من الواد مقلق ما ذاكرش النهارده. قبل كده بنزل رودريجو في ماتش السيتي، منزل عيال في اخر اتنين، منزلهم عليا النعمه جمهور الريال ما يعرف اسمهم، بيقول لك واد اسمه هاني والواد التاني ما اعرفش اسمه ميدو، باين 16 سنه و15 سنه، وكسبوا السيتي وخرجوهم. انت عندك بقى دي بروين، وعندك رياض محرز، وتحضر والثنائيات وهنفتح الجناب ونخش من العمق وبتاع، يضرب لبنزيما فينيسيوس جون، خلصانه بقى، ومعاه الحصانه بقى. مش هنه... سيبك بقى من شغل جوارديولا ده بقى، والتكاتكيس والتكاتكيس كله بره بقى، الريال خدها خلاص بقى، انسى بقى. التاريخ لا يذكر بقى شويه الباصات الحلوين والكلام ده كله، التاريخ يذكر ان لكل مجتهد نصيب. كريم بنزيما مجبس صباعه بقاله شهرين مش عارف يجبسه، لسه ما جبسوش. ليه؟ لان لو جبسه هيتحط في جبيره تمنعه ان هو يلعب مباريات. عم كريم بنزيما بيركب بيلعب بصباعه معوج يا صاحبي، صباع بنزيما عامل كده، استحق يجيب النهارده جون اوف، عشان بس الناس اللي تقول ان الليفر كانت ماسكه المباراه دعكاها وبتاع، وهو محاولات محمد صلاح فقط، الباقي كله شارب ستروكس. ماني ما جاش، ارنولد ما جاش، فيرمينيو اصلا ناسي الكوره، كله ما جاش النهارده. الواد دياز اللي بيجري بصراحه، الواد الجديد اللي واخد بشله ده جامد حلو برضه، ولكن كل الفرق النهارده ما كانتش على المستوى. فخلينا ندي لكل واحد حقه، ريال مدريد هو فوق 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 ب 14 بطوله يا صاحبي. استحواذ ايه يا صاحبي؟ انا اديك بقى انت اللي بقول لك ايه يا زمليكي. السيتي بيستحوذ 73 22 باين، وطلعنا برضو استحواذ ملوش لازمه. انت عندك، انت كنت فاكر انت ملوديه الجزائر من سنتين لما عملوا معانا الدنيئه، فاكر انت تونجت السنغالي، فاكر انت الماتشات دي بتاعت الزمالك. استحواذ الزمالك على ملوديه الجزائر هنا في القاهره كان 78 22، والزمالك خرج من المجموعه. هل التاريخ هيذكر ان هم كانوا مستحوذين؟ اصل الاستحواذ كان حلو. التاريخ هيذكر ان احنا خدنا 14، ان احنا عدينا من كل. يا راجل بقول لك ايه، ده انت لو قسمتها، لو جيت كده قبل البطوله قلت بقول لك ايه، انا هحط الريال ده في مأزق، انا هخليه قابل باريس، اهو بعد باريس مين؟ هخليه قابل السيتي، وبعد السيتي مين؟ اخليها قابل تشيلسي، وبعد تشيلسي مين؟ اخليها قابل بقى الليفر في النهائي، ورينا هيعدي ازاي. عليا النعمه لو اللي قاعدين منظمين البطوله حاطينها بالمنظر ده، ما كانت هتيجي على ريال مدريد بالشكل ده. ليه يا زميليك؟ ده انت معلش يعني، مع احترامي الليفربول ده مطلع من فيا ريال 20 قرش مالهمش لازمه، ريال اتلغى. فما بقول لك لو منظمينها كده باريس،
سيتي، تشيلسي، ليفر، ايه يا عم؟ هم كفار. طب اديهم حاجه في النص، طب اديهم بشكتاش مثلا ولا حاجه، اديهم فريق يعني بسيط. مشوار ريال مدريد كله كفر كفر السنين، ويرجع يقول لك حظ. طب امال بقى اللي عدى من فيا ريال ده كان ايه؟ وقبلها باين ملاعب كهرباء طلخه، وقبلها ما اعرفش كان معاه في المجموعات مين. ما بنقولش حاجه، بس بنقول ندي ريال مدريد حق. ريال مدريد بطل بطل يا زميليكي، على السكه وعلى الدغري بالبلدي، بكلمك بالطريقه بتاعتنا اهو. من الاخر بقى الرابعة عشر بقى عندنا بقى، واللي عايز يزعل بقى ايه، واللي عايز ينكد بقى، واصحابنا واخواتنا والكلام ده كله براحته، هم يشجعوا براحته. خلي بالك عليا النعمة، من في واحد بيشجع ليفربول ذات نفسها، هو كله بيشجع صلاح. يا عم على عيني وعلى راسي، بس انا بشجع فرقة ايا كان هي كسبت، تحكمنيش ان انا ما افرحش، لا دي بتاعت انا مش بتاعتك انت. يا زمليكي عيني منها بشكل جدي، تيلا مش تقلقانة تبخر سحري، مش باجي على بالها ما فكرتش. بس النهارده بقول لك اليوم بادئ بغزل المحله وطلائع الجيش، رجب عمران اللي افتتح اليوم النهارده، تقول لي ايه؟ بكره الحد، ها؟ كله عارف طبعا ان بكره الحد. صدق كلامك مقنع، عيب يا جدع انت يا جدع ابو موز، لازم ليك اتكلم في الحق ولا لا؟ طب بقى نقول بقى اصل استحواذ، هو التاريخ فاكر ان الترجي والمولودية عملوا علينا فيلم وطلعونا من المجموعات، ولا فاكر ان الزمالك خرج من دور المجموعات؟ التاريخ الاهلي خد كام بطولة كده تمشي وتمشي وتمشي وتمشي. التاريخ فاكر ان هو واخد داخل في ال11، اصلها حقيقي مش هنقدر ننكرها. اللعب بقى والاداء بس انا بيضايقني قوي بتوع جوارديولا دول، الاختراقات من العنف واللعب على الاجناب والباكات، ودي بروين يديها لرياض محرز ثم تروح لبرناردو سيلفا. سوري سوري، كان رن التليفون. بكرة الحد، ماله الحد يا زميليك؟ كنت هقولكم كلام مهم في يوم الحد، لأن يوم الحد محدش بيكلم حد، وانتوا خدتوا الكلام كده من على لساني. جمهور الأهلي النهارده كان محتار يشجع مين، مش عايز الليفر يكسب علشان كرههم لمحمد صلاح، مش عايز ريال مدريد يكسب عشان عدد البطولات. الملكي اكل المانجا يا صاحبي، جاي من الخصم مش تسلل. جون بنزيما رايكم تسلل ولا لا؟ انا بقول لا لا، الكره تسلل يا جماعه. هو بقول لكم ايه صح، حد عارف كره بنزيما تسلل ليه او مش تسلل ليه؟ يعني رايكم فيها ايه فعلا؟ هو بس ما جهز لكم ايه يوم الحد، عشان يوم الحد مهم جدا. منور يا حبيبي، الله يبارك لك يا عمده، للزمالك والريال عماد علي. المهم بقى كنا بنقول ان بكره طبعا الحد، وانتوا عارفين كده تمام، عندنا ماتشين في الدوري. طيب كده اربعه بيقولوا ان الكره مش تسلل، يا جماعه الكره اوفسايد، الكره اوفسايد، علشان كريم بنزيما ورا حارس المرمى. تمام، كريم بنزيما ورا حارس المرمى، فحارس المرمى بيبقى اخر لاعب، كريم بنزيما معدي. فحتى لما رسم لك الخط في الفار جاب لك بنزيما والحارس، مش الاتنين لعيبه. يعني هو بنزيما طبعا فيه اتنين لعيبه مغطينه بكتير، هي يعني مش اوفسايد اصلا على بنزيما، ولكن بنزيما لما الكره جات له كان ورا حارس المرمى، فيتحسب التسلل عشان كده.
الفار لما رسم لك الرسمه رسم لك الخط مع الحارس اللي هو اليسون وبنزيما وراه، فالاوفسايد هنا، ولكن مش الاوفسايد ان هو اتنين من ليفربول بيغطوه واللعيبه نفسها، لا لا، وعشان بس ورق الحارس المرمى بس. دي الفكره، ما ينفعش لعيبه تخطى حارس المرمى وكره تجيله، لا الكره مش جاله من الخصم، الكره جاله من اللاعب اللي لعبها ووقع، لاعب ريال مدريد اللي لمسها ووقع. برافو، صح، هي عشان كده، عشان هو ورا حارس المرمى. شوفها تاني هتلاقيها مش جايه من الخصم، الكره راجعه من لاعب ريال مدريد، الواد اللي دخل دوت وبصها له كده، وهم عملوا عليه تاكلينج زحلقوه، حتى الواد اتشقلب، فهي جايه له من لاعب ريال مدريد ولكن ورا حارس المرمى، اذا هي اوفسايد. بكره الحد طبعا يا زميلي، انت عارف ان بكره الحد. ماشي يا زميليكي، في بكره يا زميليكي ماتشين، بيراميدز والمصري، فاحنا طبعا يعني ايه بنتابع برضو البيراميدز. ليه؟ لان هو لو كسب بكره هيبقى 43 نقطه، يبقى الفرق بينك وبينه مباراه نقطه واحده بس، هو بيسبقك دلوقتي بمباراه، فاهم يعني؟ بيراميدز هيلعب الاسبوع 21، احنا لاعبين ال20، الله يرحمهم طبعا، 20 شهيد في الجنة. فيوتشر اف سي، يعني دي كلمة تتكتب يعني فيوتشر اف سي؟ يعني كده ازاي طيب؟ يعني طب مش لازم اف سي، ما تقول فيوتشر، يعني بكرة فيوتشر وايسترن كامبل، لازم فيوتشر اف سي؟ لو ما قالش اف سي انا كده مش هعتمد ان ده فيوتشر، هفتكر واحد تاني. لا لا الا الله، يا ربي تحطوا لي حاجات تنرفزني، انا بالذات انا بمسك في حاجات يا زميل ليك تضايقني. فيوتشر اف سي ويسترن كومباني بكره الساعه 4 في عز الحر النقاح، وبيراميدز والمصري الساعه 6:30، هنتابع طبعا في ماتش بقى. في ماتش يا زميل ليك نار بكره، انا مش عارف الاسامي دي النهارده. ماتش في الدوري السعودي، الفتح هيلاعب ضمك، يعني ليه الغلط معرفش، ضاد ميم كاف، الفتح هيلاعب ضمك. انا بقى انا مش انا اللي قلت، محدش يعاتبني، دي ماتشات بكره، فيوتشر اف سي وضمك والفتح، يعني الحد ما شاء الله عليه يوم كله شتايم، محدش كلمني فيهم الحد تاني يا جماعه، خلاص. خلينا في يوم الاثنين بقى، يعني اجازه الحلاقين بقى، ده يوم محترم طول عمري بحبه، عشان الحلاق بيبقى قافل فيه. بص اهو عايزين نحلق مش هنلاقيه. عندك البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا الساعه 6:30. يوم الاثنين درجه حراره بيقول لك 43. فانت حاول ايه؟ كب على نفسك ميه كده وتطلع الشارع. عندك بقى نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين النادي الاهلي والوداد البيضاوي. يجي السؤال الجميل، هو انت بتشجع مين يا اسامه؟ اسامه ما بيشجعش حد الا الزمالك في مصر وريال مدريد بره. طب انت عايز ايه يا اسامه؟ عشان نشوف الاسئله ماشيه ازاي برضه. ما تمناش ان الاهلي ياخدها بصراحه، علشان الفرق ما يوسعش، 11 كتير. الوداد ماشي مبلوعه، يبقى التالته للوداد ماشي، بس هي دي الفكره. انما انا لا هقعد اشجع اهلي عشان بيمثل مصر، ولا انا هشجع الوداد عشان وداد الامه، ولا الكلام ده كله. الاتنين ما يلزمونيش بجنيه ونص، ده يكسب يوم وعدى وخلاص، ده يكسب يوم وعدى وخلاص. عندنا ماتش بعديه في الدوري الزمالك، عندنا عندنا عندنا، مش هتفرق معانا. ولكن التمنيات، اتمنى ان الاهلي ما ياخدش ال11، ولكن انا طول عمري ما بشجعش الا الزمالك، يعني ما اقعدش اشجع يلا يا وداد شوت يا وداد شوت يا اولاد، ما عنديش الجو ده. الاثنين بيلعبوا اصلا، احتمال بنسبه كبيره يعني انا اصلا يوم الاثنين اخرج، اللي عايز يجي معايا يبقى يجي، فمش فارق معايا يعني اهلي وداد وبتاع، اقعد على الكافيه واتفرج والكلام ده كله، بالليل انا هارد لك وبتاع وخلاص، فاهم؟ فده بالنسبه ليوم الاثنين دوري ابطال افريقيا، هو ليه ناس يشجعوه، دي مش بتاعتي.
بعد كده يا زميليكي بقى، عايز اقول لك على حاجه هتزعلك يا زميليكي، ان الفتره ديت فتره منتخبات وكل حاجه هتقف، فما فيش كوره بقى يا زميليكي، ولا في زمالك ولا في حاجه تجمع. على فكره محمد صلاح جاي بعد بكره المعسكر، فهو يعني هيخرج، ماشي هيخرج من النهارده كده، يركب ويجي على مصر على طول عشان التجمع بتاع المنتخب طبعا، تصفيات امم افريقيا اللي اول ماتش مع ايهاب جلال. فخلاص يعني سيبك بقى على كده، ايه معاك مثلا من النهارده، النهارده اللي خلص ده ايه 29 28 5 كان يوم ايه سبت، اللي طالع ايه الحد، معاك بقى شويه حلوين كده صاحبي، مفيش فرق، معاك بقى منتخبات وبتاع زمليكي، السنغال وبنين وموريتانيا والسودان ومالي والكونغو والجزائر واوغندا والجابون والكونغو تاني والنيجر وتنزانيا وبوراندا وبوريندي كده يا زمليكي. ومصر هتلاعب مين؟ غينيا. الكلام ده امتى؟ اول مباراة في تصفيات امم افريقيا يوم الحد 5/6، يعني انت لحد يوم 5/6 مفيش حاجة. قشطة يا زمليكي. بعد كده ماتش تاني بعدها على طول، هي أجندة دولية، يعني أجندة دولية ما فيهاش ماتشات، فبنضطر إن إحنا بوريندي والكاميرون، أوغندا والنيجر، تنزانيا والجزائر. بعد كده هنلعب تاني يوم اسمه الخميس 9 مع أثيوبيا، الخميس 9. خلي الأيام ديت يعني إيه لما يجي لها وقتها. فخلاص كده إحنا وقفنا الدوري. الواحد كان في دماغه حاجات بيقعد يفتكرها، ماذا لو كنت كسبت الماتشين، امبي وطلائع الجيش ومقفل الدوري، مقفل اللعبة وداخل في 50 نقطة، بس برضه يا زميليكي تقعد تحسبها. يلا معلش، قفلنا الدوري، او قبل ما نتوقف في الدوري بفوز على الاسماعيلي مهم جدا، اللي 3 بونت يا جماعة النهاردة من اهم 3 بونت في الدوري. كان الاسماعيلي عايز يفوق، والدوري الدور التاني مش في ماتشات هيقع فيها كتير، عايز يلم اي حاجه ان شاء الله، يلم من الزمالك، يلم من الجن الازرق، فكان عايز يقدم مباراه طبعا حسني عبد ربه والحماس والغل والكلام ده كله جمهوره، فكان عايز يخرج النهارده باي نتيجه ايجابيه قصاد الزمالك. كون ان انت خدت ال3 بونت النهارده وانت اصلا ادائك زي الزفت بصراحه، بقى لنا كام ماتش وادائنا زي القرف وما بنلعبش كوره خالص، فخدنا ال3 بونت، طلعنا من النقطه 41 لل44، كل ده شيء كويس النهارده ايجابي. ماشي يا زميليكي، فده بالنسبه لموضوع ده. موضوع بقى اللي كانوا بيسالوا اسامه، انت ايه رايك في الاداء وايه رايك في الكلام ده كله، ما زال الزمالك يا جماعه ما بيلعبش الكوره اللي احنا عارفينها والكوره الممتعه، ما حصلش حتى حرف الميم في كلمه ممتعه، يعني ما فيش خالص. احنا بنلعب لاجل الوطن، لاجل اكل العيش، فلوس وجمعيات وهنقبض وبتاع عشان ندفع اللي ورانا، مدارس العيال والكلام ده كله، ولكن احنا مش بنلعب من اجل المتعة ولا اجل اي حاجة ولا اي حاجة. اتفرج على ماتش للزمالك بتبقى عايز تاخد فوار حموضة. فالنهاردة تحسن نسبي نسبي، واللي طبعا بيخلي الدنيا تحسن النتيجة، يعني ما اقدرش اقول لك كنا وحشين وكنا عمالقة، لا، انت النهاردة اللي حسن الدنيا شوية اصرارك على النتيجة 2-1، انت مصر انك تكسب بس. بالظبط يا شيماء، كان في نية للفوز تفرق كتير قوي، في نية ان انت عايز تكسب. كان ماتش برضو اللي انا قلت فيه احنا نازلين نكسب النهاردة، بس ما كناش بنأدي من 3 4 ماتشات كده، مش عارف كان ماتش ايه بالاخص، كانت نيتنا حلوة قوي للفوز اللي احنا ردينا فيه بسرعة وكسبنا والكلام ده، احنا نيتنا نكسب بس ما لعبناش كورة. النهاردة برضو كان نيتنا نكسب بس ما قدمناش كورة، فالنية غلبت النهاردة ب2-1، ولكن انت كأنت ما بتلعبش كورة وما زلت أداءك وحش، وبناء الهجمة زي الزفت، واللعب في ال18 زي الزفت، واللعب في 18 الخصم زي الزفت، واللعب على الأطراف زي الزفت، وكله وحش بصراحة، ومش شايف أي أداء أو أي إمتاع خالص أو أي كورة في الزمالك. ده بقى يعني بعيدا عن التشكيلة وبعيدا عن البدلاء والدكة والكلام ده كله، انا مش حاسس ان اللعيبه دي جاي معاها من فريرة اصلا، يعني مش جاي معاهم من فريرة، مش مستوعبين تقريبا، مش مدركين تدريباته،
ما بيقولهمش حاجة، هو ما بيعمل ما بيدعوتش معاهم، في حاجة في حاجة مخليه الأداء كده. ولكن أنا بقولها يعني على طول، الزمالك بيلعب بأربع خمس لعيبة في الملعب بالظبط، والباقي كله لا يصلح لا يصلح. أنت بتلعب عاجز، عندك روقة، عندك عمر السعيد، عندك سيف الجزيرة، عندك أوباما، أنت بتلعب عاجز، ناقصك فرقة يعني، ناقصك نص فرقة، فأنت بتلعب الناس التانيين بنص فرقة، ومع ذلك بتهدف وممكن تكسب وممكن تجيب 3 بونت وممكن تاخد الدوري، أنت متخيل؟ ولكن إحنا ككرة سيئين جدا جدا جدا. قناة اليوتيوب يا ريت الناس تعمل لها سبسكرايب، اسمها أسامة فارس. يلا نسخن كده ونعمل لها متابعة، اسمها أسامة فارس بالعربي هيظهر لك أنا، تلاقيني واقف عامل كده، أو أسامة فارس بالإنجلش هتلاقيني أنا، تلاقيني واقف عامل لك كده برضه. فدوس سبسكرايب أو متابعة، ده شيء حلو شيء جميل، عايزين نوصلها ل 5000 متابع قناة اليوتيوب. أنت طبعا هتقفل اللايف من هنا وتنسى، أنت أصلا نسيت من دلوقتي، ولكن أنا لو واحدة حلوة ولا موزة حلوة ولا بتاع مش تنسى، تروح وراها صفحتها فين والانستجرام بتاعها فين وقناتها فين، حد شافها يا جدعان وبتاع، بتعمل تلف وراها الدنيا. انما انا سامع اخوك بسيط، لا المفروض يكون في معسكر مغلق وقت التوقف، هيفرق معاه ازاي؟ معسكر مين؟ مع مين يا نجلاء؟ يا نجلاء معسكر مع مين؟ تخيل عمر السعيد ده بيعسكر، يعني هيعسكر في ايه؟ هنعسكره في ايه؟ طب نقول له ايه في التفل؟ تخيل سيف الجزيري ده بحس انه اصلا عنده محل طرح، هيعسكر يعسكر ايه طيب؟ يا سيف إيه؟ سيف انت ممكن تبقى سيف، ممكن يعني هنقول ما بيعرفش يلعب كوره، عسكر ايه بس؟ يعني هما الدوليين الحلوين هيروحوا المنتخب، زيزو وامام وابو جبل، وطبعا لو طارق كان موجود كان ايهاب جلال خده، بس وعندك احمد فتوح، ويعني الحلوين هيروحوا المنتخب، الباقي بقى عسكر. تخيلي شله القرف دي تعسكر مع بعض، تخيلي عمر السعيد معسكر مع سيف الجزيري، معسكرين مع اوباما، يا لهو معسكر مقرف. انت متخيل احنا عاملين معسكر يا جماعه نقرف بعضينا، احنا عاملين معسكر تشوف تستفرغ ترجع، فاهم معسكر ايه ده؟ هم يروحوا بيتهم احسن. يعني هم يخلصوا فريرة يقول لهم كل واحد على بيته، ما يشوفوش الا بعد ما المنتخب يخلص احسن، وهو مش هيجي بمستوى اسوأ من كده، يعني هو مش هيجي بالشكل اسوأ من كده، خلاص هيجوا بنفس الشكل والاداء والقرف، فلا ما يعسكروش مع بعض عشان الدنيا هتبوظ خالص. نزل قناة اليوتيوب يا سامة، شكرا على مشاركة تحليل العدم، مشاركة النهاردة عبده عواد، احنا قلنا علشان ابو جبل هينضم للمنتخب، ملهاش حل تاني تفسير تاني غير كده، واحد مصعدك نهائي كاس مصر وشايل بلينين وشايل لك كام كوره، فانت بتيجي بعدها تقعده تلعب ابو جبل علشان ابو جبل تم اختياره في قائمه المنتخب، فانا بديله ماتش ماتشين قبل ما او ماتش على الاقل قبل ما يروح المعسكر بتاع المنتخب. وما عندوش احساس، انا مش دايس فيك ولا هغلط بعديك، انت فقير افكار من عايزين لينك صفحة اليوتيوب، هتعمل له سبسكرايب يعني. يا رب يا رب يا اللي دين. اقول ايه؟ بيقول لك مرة واحدة اهي تخش يقول لك، بقول لك مرة واحدة اهي. كوبي لينك، هاتوا هنا كده، سوري بقى بحط القناة ثواني. انا عامل اشتراك من فتره، شتا محترم. امام، الواد امام تصويباته حلوه قوي، شفتها طبعا بنته. بص يا جماعه قناه اليوتيوب بازم ليكي، هتخش اللينك ده ما تدوس على اي حاجه، هيحولك على قناه اليوتيوب مباشره، بس هتدوس على اللينك هتروح على اليوتيوب تعمل سبسكرايب، قشطه سهل وبسيط، ولا تعملي لايك هنا، هتقعد تعملي لايك هنا قشطه.
كنا في لايف ملكي النهارده، الزمالك كسب والريال مدريد كسب وكله مبسوط وكله سعيد، ما عدا طبعا ان بعض الناس الحزينه على محمد صلاح، احنا كلنا يعني، ولكن يوم عدى وخلاص ومحدش فاكر اي حاجه اصلا. مبروك يا زملكاويه، مبروك يا ريال مدريديه، وفي اللي جاي باذن الله اللي جاي احسن. اشوفكم على خير في لايف جديد قريب بيتكلم عن اي حاجه ان شاء الله، مش عارفين ايه. تصبحوا على خير جميعا وفي رعايه الله.